بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد، وخلونا نضحك على العيد. خلونا نضحك عشان نفكر وعشان نستعد لكل جديد، وحستسمعوا أو ستسمعوا بعد كلامي هذا عن أشياء قد تمنعنا من الضحك، ولكن خلونا نضحك عشان نفكر وعشان نعيش. حتى جمعت أكثر من 60% من مخزون الأغذية حول العالم، أي أن الصينيين كانوا يجمعون الأغذية عندما كانت أوكرانيا تحكم من قبل الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، والذي كان حليفا قويا لروسيا، بل وكانت بعض الجهات تصنفه على أنه من الرؤساء الموالين أو الخاضعين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أي أن الصين كانت تتوقع حدوث أزمة غذائية بغض النظر عن الهجوم الروسي على أوكرانيا. وهذا إن دل على شيء فيدل على أن بكين لديها خططها في الدخول في حرب أيضا، وبأنها تستعد له منذ سنوات. وهذا المخزون الكبير من الغذاء يعني بأنها تخطط منذ سنوات للدخول في حرب كبرى، وتعلم بأن الحرب قد تطول إلى درجة أنها ستؤثر على الشعب الصيني، ومن الممكن أن تتسبب في مجاعة في الصين، وهي تبقي مخزونها استراتيجيا ولا تلمسه حتى في أقصى الظروف. فكلنا شاهدنا كيف أن سكان شنغهاي أصيبوا بجوع شديد بسبب الحجر الأخير الذي فرضته السلطات الصينية عليهم، وذلك بعد تفشي موجة جديدة وخطيرة من فيروس كورونا في المدينة التي تعد أكبر مدن الصين من ناحية السكان، وتعتبر عاصمة الصين الاقتصادية، أي أنها واحدة من أغنى مدن الصين. ورغم ذلك لم تستخدم الصين شيئا من مخزونها الاستراتيجي من الغذاء، رغم أنها تملك أكثر من نصف ما يملكه جميع العالم. حتى عندما أصيبت المدينة بفوضى عارمة بسبب جوع الناس، قامت السلطات الصينية بدلا من توزيع الغذاء على الناس، قامت بإنزال وحدات من الجيش الصيني إلى الشوارع بغية السيطرة على الفوضى، وصارت ولا تزال أجزاء كبيرة من شنغهاي معزولة عن باقي الصين. على ماذا يدل هذا التصرف برأيك؟ إن لم تستخدم الحكومة الصينية جزءاً من مخزونها من الغذاء في مثل هذه الظروف السيئة، فهل هذا يعني بأنها تتوقع ظروفاً أسوأ مقبلة، لذلك تحتفظ بما تملك من غذاء لذلك اليوم؟ أما لماذا ستؤثر أزمة الغذاء المقبلة على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من غيرها؟ لأنها بلدان مستهلكة وتعتمد في طعامها على غيرها، وبعض البلدان مثل لبنان يعيش منذ الآن على شفا حفرة من المجاعة ومن خلو الشوارع من الخبز والدقيق. وليست لبنان وحدها، فمعظم دول المنطقة تعتمد على روسيا أو أوكرانيا في توفير الحبوب والزيوت النباتية. لذلك نشر صندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية بأن أول الدول التي شهدت ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية كانت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد الصندوق بأن أزمة الغذاء في هذه الدول معرضة لارتفاع حاد في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، والذي قد يتسبب في تفاقم الجوع والفقر مع تداعيات وخيمة على استقرار جميع دول العالم. وبغض النظر عن لبنان، فأوكرانيا هي المورد الرئيس للقمح إلى تونس وليبيا وسوريا، كما وتعتبر مصر أكبر دولة مستوردة للقمح على مستوى العالم، وأكثر من 80% من القمح المعروض في الأسواق الدولية توفرها كل من روسيا وأوكرانيا. وقبل الختام، بقي أن أقترح عليكم بعض الأمور البديهية لتفادي أزمة الجوع المقبلة
بل وقد يستطيع بعضكم الاستفادة منها أيضا، وذلك عبر شراء قطعة أرض زراعية والاستعداد لذلك اليوم الذي أتمنى ألا يأتي. والاقتراح البديهي الآخر والذي قد فكر به معظمكم بعد مشاهدة هذا الفيديو هو تخزين المواد الغذائية القابلة للخزن لمدة طويلة. فهل تعتقدون بأنكم بحاجة لتخزين الغذاء لأن المقبل سيء، أم أن الحياة ستعود إلى طبيعتها بعد انتهاء الحرب الروسية على أوكرانيا؟